ما كنتش نصحاب غادي نقول شي كلمة الحق شو بحيت قلت لي بزاف ديال الكلمات السنوات كلها اللي كنشتغلوا مع بعضياتنا سواء في المسرح لا في السينما ولا في التلفزيون حيت محمد الشوقي هو دار المعهد العالي للتكوين المسرحي والتنشيط الثقافي وخرج تخرج كأستاذ فني ملي سأل داوه كياخذ الصك في جامعة صحيح كي نفس الصحة القديرة ويقول لي ابني إلا كذبتي يقول لي لا وتوظف وداك الشيء ولا عنده داك الحلم ديال يتزوج ويشري ماريو ويشري فراسو ويشري فراسو ديال الطاوس وداك الشيء فهمتي يجي للشمال يشري الجبابن ديال الطاوس زعما هذيك هي الحياة بمعنى انه السيد تكون باش يكون فنان فاذا به موظف في البلدية الله ينفس صح صدق وداك الشيء وحنا ما عجبناش الحال لان حنا عايشنا تكوين ديال المعهد العالي للتنشيط الثقافي نقولوا حشومه الناس تكونوا باش يعطيو لهاد الشعب الفن واش داخلوا بداك الشيء اللي تكونوا فيه وهذا السيد زعما فنان جميل وزوين وكنت كنشوف عده عروض شفت رجل برجل ديالو داك الشيء واعجبت به كثيرا وتلاقينا عده مرات واللي عجبني فيه هو ضحى بداك الشيء كله 8 سنين ديال الخدمة في البلدية وأصبح رئيس قسم الموظفين يعني منصب سامي في البلدية ومع ذلك جا كنديرو مسرحنا أسسنا مسرح الشمس يعني لم يتردد حينما طرحنا عليه أنه يلتحق الفرقة ديال مسرح الشمس اللي كنت والله العظيم بصح هذه الشهادات الحقيقية لا نريد بسطاوي هو اللي اقترح عليا نكون في مسرح الشمس بلا ما يبقى موظف في بلدي الثقالة ديالتي من بعد لا ما ترددش علي محمد بسطاوي لأنه أعترف أنه محمد بسطاوي لا بصح ما ترددش بصح من الكبار ديال لا لا أعوذ بالله أعوذ بالله لا اللي خرج من هذاك أي هذه درناها شكرا الله يحفظك لا والله إلا بصح هذو هما الشهادات الحقيقية واش عارف المسار ديال الإنسان راه ممكن يفعل فيه الإنسان طبعا الحال الانسان ما عندوش اختيار يعني نحن مسيرين الى اخره من المعاني ولكن ممكن الانسان يفعل القدر ديالو ويختار الاسباب هذه القضيه ديال الشوبي فعلا لم يتردد ملي طرحنا عليه الالتحاق بالفرقه ديالنا اللي هي مسرح الشمس حين ذاك والتحق بنا وبدات الاعمال في المسرح وكذا واشتغل وبرهن على انه لا يستحق ان يكون يشد الصنك في البلديه بحق ما يكون فنان وهو اليوم مكرم هنا مع امام الاصدقاء ديالو مخرجين هما معنا تبارك الله تبارك الله والله العظيم جميل ان يحضر نتمنى ان يحضروا لي هاد الوجوه شي على السماء